نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إذا كانت الزوجة سيئة الخلق وهذا الرجل صبر عليها وداراها، فما العمل لهذا الزوج مأجورين؟ نعم، هذا فيه أجر له في صبره عليها وتحمله لما يحصل منها، حافظة على الأولاد وعلى الذرية، وأيضا لما في ذلك من المصلحة الزوجية بينهما، فالمرأة محتاجة إلى الرجل والرجل محتاج إلى المرأة، ففي ذلك أجر عظيم. نعم.